سي بون دونك نقلعو نشوفو الدار ونروحو ندير وقت نكملو تاعنا في الحوار تاعنا نكملو في الدار مع الدراري مع الشيبانية مع الحاجة الحاجة اه بيان سير مع خواتاتي تاني ايه بيان تما كاع قاع نشنو فيه ايه توفي اكثر شي عليا تما على بالك فيتني في الدار ولا عفوا خير مني راك سيدي وتجي توفيق تسمى صاحبها قلت لي ولا جيت توفيق قلت لها سموش توفيق سموش شروق تي في سموش شروق غادي نبدلوا الطريقة نبدلوا باش نعرفوا الحياة قلت لهم سموش شروق تي في ما سموش توفيق توفيق هذا كيجي صاحبك تلقى معاه قلت لها تعرفي انت وانت جيت توفيق وقتها واه وقتها توفيق مازال ما جاش تحسب كاع صحيح ربي يحفظهم انا حقنا الدار سي توفيق هذه هي الدار هذه هي الدار تاعنا بون توفيق هذه هي الدار يا واه مرحبا بك سي توفيق السلام عليكم مرحبا بك يا
ندور الصباح في حمام بوحجر، نعرفنا شويه حمام بوحجر مزور عرفات. هي مازال ما عرفتهاش مليح. مازال صح. مازال صح. مازال صح. مازال صح. تشوف واحد سوسيدي عايد، تشوف حامضه، تشوف واحد طايس عمل لي مات. لازم تشوفه. بلا تشوفه من الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. عندك الوقت. هذه انا عايش في حمام بوحجر. مواليد 1993. ايوه. عشت هنايا، لعبت لي كاتيجوري فيجن هنايا كاع من كادي جينيور حتى سينيور، ومن بعد تنقلت الى شباب تيموشنت هنايا في هذيك الولايه. هذا الولايه سنه 94-95، ومن بعد جمعيه وهان. شباب عند تيموشنت ذاك الوقت واش الناسيونال كانوا؟ عند ناسيونال دو كانت وحده. ناسيونال دو كانت ديفيجن وحده. من ملعب من القسم تحت الهوات ديفيجن ديريكت نقصت شغل سوقيت. ايوه. ومن بعدها نقلت لجمعيه وهران. ايوه. اربع سنوات جمعيه وهران 95 حتى 99. ايوه. من تماك رحت للشباب الجزائر. تماك اللي كان الانطلاقه تاعك. تما تقدر تقول باللي هذاك هو ماشي الانطلاقه تاعي، كنت من جمعيه وهران حمام بوحجر باسكو ليكول كاع اللي في حمام بوحجر. بصح الانطلاقه تاعي كيما قلت الناس اللي تعرفني بشباب لا جمعيه وهران. جمعيه وهران كان كنت في القسم الاول، كي نزلنا القسم الثاني راك تعرف جمعيه وهران ليكول طالعه نازله طالعه نازله، ولكن هذاك الوقت هذوك كان مستوى كان عالي، كان نيفو عالي، وحنا لازم على بالك تربي دي جون يربوا ما يجيبوش. ولهذا تقالي من طالعه هابطه طالعه هابطه، ونقص الامكانيات الماديه. على هذا لازم نبدل الفريق، وهو شباب بوزداد اللي هذوك لي كاليتي اللي كانوا عندي كان لازم نطورهم في فريق اخر، وهو شباب بوزداد. لقيت الفريق واجد، تقدر تقول باللي الفريق هذاك يقدر بلا بي دي شامبيون، ولكن هذاك الفريق اللي تقدر باللي طورت الامكانيات تاعي الكاليتي تكنيك تاعي، طورتهم في فيزيك مام مونطال ثاني، على بالك تعلم حوايج ما كنتش تعرفهم، ديفلوبر صوالح شغل تعلمت على واحد واحد سيريو، توالفت ليزونترينمون تجي سيريو، تعرفش هو الاحتراف في شباب بوزداد. وكان هذاك السنه اول احتراف. ايوه 99 2000 99 2000 شامبيون بروفيسيونيل، والبطوله الاحترافيه ديناها حنا شباب بوزداد. تما خدت خبره اربع سنوات في شباب بوزداد. شباب بوزداد ذاك العام كان فيه عده نجوم اسماء معروفه. كي دخلت معاهم تتاقلم تم بسرعه بسرعه. تقدر تقول لي سومان دي جو ماكسيموم، باسكو كانوا لاعبين عاقلين عندهم اكسبيريونس، لاعبين ديجا لاعبين بطولات كيما بختي طاليس علي موسى باجي وطالب. تقدر تقول ارمادان. انا دي فوا انا كنت كي نلعب معاهم كنت نشوف فيهم حتى المولي ما تفرج فيهم كيفاش يلعبوا. نورمال نشوف بالغري، انا كنت صغير عليهم وكاع كنت نشوف هكا نلعب في المستوى في جمعيه وهران مستوى عالي. بصح كي جيت هكا تشوفهم هكا سي تقدر تقول بليزير يسنا تلعب معاهم وزاد بليزير كي تفرج فيهم. هما اللي زعما كانوا تقدر تقول 50% عاونوني ساعدوني في هذا باش كنت باش عاودت. وما ننساش اللي عبد الوهاب الرحمن يعني كان مدرب، كان خونا ومدرب تاعنا و لهذا دينا شامبيون هذاك العام ودي احسن لاعب في الجزائر. سواء هما اللي عاونوني في هذا باسكو كان خاصني هذيك خاصني لي جوال اللي يقدروا يوقفوا معاك ويقدروا يرفعوا لك الامكانيات باش تطور الامكانيات تاعك. كي تشوف طاليس وبختي والله كي اللي شفت كزافي وبوسكاس. بوسكاس ايوه. انا نقول لك كي نشوفهم نشوف برشلونه نشوف هذا ماشي كيف المستوى، ولكن الدور تاعهم في الفريق ولا ما تشوف. وهذيك اللعب اللي تلعبها برشلونه كيما كاين الناس كي نقول لهم يقول لك لعبها نعطيك لي كاسيت شوف. حنا ثاني كنا نلعبوا توج دو بال دوز توج دو بال، دي فوا كنا كي نروحوا للفاوت ندخلوا بليزير ندخلوا نزهاو ماشي يدخل بزيو كيسبيو منه لازم نربحو. لا لا دي كونتراكتي كاع تقدر تقول عامين كونسيكيتيف عام وعام دينا شامبيونا. ثروازيام اني تقدر تقول سرقوها منا. كاتريام اني كيف كيف ثاني شويه صايي بداو الناس كيما علي موسى طاليس وبختي بداو يكبروا صايي خلوا لي جون سي نورمال جينيراسيون من بعد جينيراسيون. ما تقدرش تقول 20 طون في ليكيب هذه العقليه تبدلت. اسمع ربع سنين بعد ربع سنوات ومن بعد نقلت الى
الخارج دبي نادي دبي الثقافي الواحد دبي كنا في قسم الثانية كان قسم الثانية وحتى ذاك العام درت كونترا معهم عام صعد من القسم الأول احتراف زدت معهم عام واحد آخر ومن بعد ما قدرتش ماشي ما قدرتش توحشت وتوحشت خواتاتي توحشت الدار توحشت ديجا كنا حنا على بالك في حمام بوعجل سي ديفيسيل باش تروح حمام بوعجل على الجزائر تما دابا حمام بوعجل دبي مشيت تري ديفيسيل كاع فهمني ايوا شغل صعيبه باش بصح من بعد عاود كي وليت الجزائر عاود قلت انا شدت انت كي رحت تماك الاحتراف رحت لجوانب ماديه يسمى داك الماده ولا اللي حبيت دير تجربه جديده واه مشيت مشيت نحسن المستوى تاعي لا المستوى تاعي تما كان ديجا كي جيت بمي ماتش اميكال لعبنا مع واحد كيف في النصر ديجا ما كيت لهم واحد لا با ميم اون مينوت يعني ما كيت لهم واحد ماشي النيفو النيفو في الجزائر بصح هذا هو النيفو طالع في دبي طالع الجزائر الاولى اللي كذب عليك هو واحد على خاطر الدراهم سي نورمال لا ما تنساش باللي كان عندي عرض هنايا زوج عروض اكثر من دبي كان عندي لمسيه وكان عندي بليده طاوني اكثر من دبي شحال طاوك لنسي وشحال طاوك لنسي هذاك الوقت ما كانش اللي كان يسنيها شحال طاوك هكا 800 مليون 800 مليون 50 مليون في الشهر ما كانش اللي كيسنيها كاع ايوا وبليده مليار مليار هذا الدوزيام بريزيدون هذاك الزحاف زحاف ما جامي شفتوه في وجهه ايوا ولنسي جاو عندي هنا على الساعه الساعه فلاش تاع المارياج اه يلا جا الزعيم هنا وجاو ايوا وكان انت في دبي شحال طاوك ذاك الوقت ذاك الوقت عام بديت أميليا 400 بصح ما تنساش باللي في بليدة أميليا كاش دوزيام بومي طونش بليدة مانيش عارف أنا ما غير في التليفون وبصح لازم كنت لازم نروح الإمارات باسكو كنت تيلي لابريسيون بزاف انت السير بك فاش خرجت منها خرجت منها محض ارادتك ولا كانت مضايقات لا انا غبني من الحقيقه نهضر الحقيقه توفيق ولا تهضر لي الحق انا ديك كاع لي زيكيب نسالهم ديجا شباب بلوزداد رئيس الفريق الفقير محمد الفقير كنت نسال ديجا دوزيام طونش ما مداليش نسال 200 مليون ما مداليش انا ما مداليش كي قلت لها روح قال لي روح سمع المهم ما تديهاش روح برك روح غير الميتين اللي ديها قال لي ما تديش وصغير باسكو غالطين كاين اللي شغال الشعب غالط قال لي ما نعطيكش وجيت عند الدار وقال لي منا وصار لازم واحد قلت روح ما نبلعت بلعت الدنيا حبست تليفونات وقلعت دبي وما ندمتش كي رحت لدبي ما ندمتش لا ندمت كي وليت لدبي هذه مازال في راسي ومازال في مازال ندم عليها وتولي في واش من الحاجات اللي ندمت عليهم كي رجعت من دبي واش من الحاجات الحقيقة توفي خويا كي رجعت من دبي روحت ل جيسكا شباب القبائل كان عام نشيد سنيت الكونترا تاعي سنيت عام ونص هو جابني لجيسكا باش نلعب كوب دافريك كاس افريقيا كانوا غادي يلعبوا بريمي تور غادي يلعبوا تور بعد تكاليفاو ليبول ليبول ما تكاليفاوش تما انا ما نلعبش كوب دافريك تما نلعب غير شامبيونا خلق لي مشكل شنو المشكل؟ ما عرفتش هو حناشي خلق لك واه خلقوا لي مشكل باللي هضرت في الجورنال وانا ما نرجع في الجورنال وانا كي نهضر في الجورنال نقول هضرت في الجورنال ما عندي انا ما نخاف حتى واحد والله ما نخاف حتى واحد نخاف غير من ربي ومن الشيبانية تاعي ما نخاف حتى واحد في الارض هنا خلق لي مشكل باللي هضرت في الجورنال ومنه انا صاي كي خلق المشاكل منه هي صاي ما كملتش مع جي اسكا سي موا شحال لعبت سي موا ومازال نسال له شحال تسال من جي اسكا والله ما نكذب عليك 200 250 جزائر. بعد رحت للسيربي رجعت للسيربي. سي موا كملت سي موا في سيربي. شكون اللي كان حاكمها؟ لا كان حاكمها فرح. ورجعت ل 200 ولا؟ لا سنيت سي موا هذيك ديت لا بروميير طونش. بعد ما تفهمتش معاهم شي ما تفهمناش كاع. بعد رجعت لمولد الوهران. قلت انا الدار توحشت الدار نعاود نولي الوهران. ونقرب شويه. قرب شويه والله. وكانت هذاك مولي طوان كانت دارني في الدارني كاع لا لي وعندهم نعقل هذاك الوقت كان عندهم في بالي 14 بوان 9 بوان صاي طاحوا في لالي وريسكيت وسنهيت كاع وخديت مسؤوليه وسنهيت في مولي طهران وسلكناها من طيحه هذاك العام وعليها وزدت سي موا زدت عام على مسيو ما كملتش العام زدت سي موا
جاب واحد المدرب سمو غوميز ما نعرف فهم يعرفني انا ديجا ما قال لك يعرف يلعب ما جامي سمعت به يلعب وجامي سمعت به هذا غوميز كاين دي غوميز واحد اخرين بصح ماشي هو غوميز كاين نونو غوميز كاين بزاف جا ديريكتومون طاق طاق ديال ليكيب تاعنا مكاش اون بلاص هو كان اللي تاع الماتش تاع كاع ما شافهمش هما من قبل لا كاين هضره من برا مش عارف انا يا يلعب كيما يبغي مش سي با انا ما نعرف لعبنا ماتش ميكال الاول في فيت موشنت داني اريال دروا اريال دروا اريال دروا دو باش الوهران يكونوا على بالهم بالك ما على بالهمش بهذا لعبت اريال دروا وحبيبي بهدلك في ولايتك واه ما حنا انزيرو ما كيدا هنا ايوا الوهران فيت موشنت هنا حنا انزيرو ما كيدا هنا كان غوميز هنا كنت تطلع يسمع ما حبسش كاع قلت لك قال هذا من بعد قاعد يقول لهم مديرك مغلطين هذا ماشي 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 منك ماشي كيفكم هذا السيد هذا غوميز تبدلت النظره تاعو غلطوه الهضره اللي طوالها ماشي هي كاع ايوه ما نهضر معاه من تريني وروح جامي طار جامي خلع كي كملت لونطريمون قلت لهم السلام عليكم بدبي تاعي طيارتي وقلعت دبي عاود وليت تما الفريق تاعي هذاك اللي كان عاود رجعت له وليت رجعت له ايوه كانوا كيلعبوا الطيحه رجعت سنت معهم كونطرا على 6 mois عاود كي رجعت الفريق تاعي كملت 6 mois طاحوا عاودوا عيطوا لي عيطوا لي مولي طهران كان قاسم بالامام الله يرحمه هذا معايا بابا بابا ايوه تاع جا عندي هنا حمام بحجر تفهمنا خلصني عطاني لا بريمير طونش من بعد ما ديهاش بريزيدون كاع جا قاسم بالامام الله يرحمه تفهمنا انا وياه سي بون سي بون سي ريكلي كانوا في ديفيزيون 2 مولي طوان طاح في الديفيزيون سلكنا هذاك العام طلعنا هذي ناسيونال ان زدت معاهم هذاك العام واحد اخر سي موا ثاني واحد اخرى بعد شفت انايا واحد لونتوراج داخل في التيران برا واحد دي جون قدر ما كانش الاحترام ما كانش قررت قلت لهم ما نزيدش نلعب فوتبول حبس نهائيا ما نزيدش قلت لهم نلعب فوتبول وكان وجاوني عروض جاني بابا مع عيون ترك جاوني ثاني واحد العام ثاني ديزي كيف موشن سيارتي جمعية وهران قلت لهم صحي كي قلت لهم ما نزيدش ما نزيدش باسكو لحقنا واحد الجيل ما كانش الاحترام ما كانش الفترة الذهبية تاعك كنت وين كانت مع اي فريق قضيتها؟ شباب الوزداد والذهبية الذهبية كانت تقدر تقول شباب الوزداد مولدة وهران ثاني سلكناهم الصعود ودبي نادي دبي ثاني مازال عندي كونتاكت معاهم حتى دابا شحال سجلت تماك في دبي؟ العام الاول والله شحال مديت من بيت؟ مديت راني حاسب انت تسال باكثر من مديت مديت 23 ديني لسون هذا مديت 23 وماركي 17 كلاسي دوزيام ميور بيتور وميور جوار في دبي ديفيزيون 2 احسن لاعب ثاني احسن هدف هما هكذا واش مدوا لك كادو هما تما خيبه جوستومون الكادو هما تبحبح تما كاخي ساهل ماركي برك الكادو تاع الشامبيون نهار اللي طلعنا نعقل عطاوني 300 مليون 300 مليون كادو شي مرسيدس نعقل هذيك العام 2004 قال لي قلت له ودي خصني الوطو قال لي شحال دير قلت له هذاك العام كدير 400 و 350 مش سبب راني 100 مليون يسخسوك واش راك حابه يقول لك شراك باغي سوي مدلكش هكذا حاجه ماكش والله والو دي فوا على بالك يكون ماتش زعما ديسيزيف ولا هما حنا سبونسور تاعنا داماس ذهب اه داماس اي يقول لك واحد الاخر هذيك بوجومان واحد البلاصه يقول لك خير حاجه تاع ذهب هي انا ندي شي بني تاعي ندير المار تاعي ونروحو على بالك انا نحشم انا ماشي قال لي يعطيني هذه يعطيني ذهب غالي هي قال هي شي بني تقول لي لا ديك بها حاجه لا لا فترة زعما في دبي زعما مازال عندي كونتاكت معهم لي جوار الاماراتيين ايوا مازال نعيط لهم عيطوا لي مازال في التلفزيون ديال شونجمون في التلفزيون ديال شونجمون انت عيط لهم انت في التلفزيون كنت فرج فيه نقول له خرج فلان ودخل فلان راهم دي زونط علينا الدرك لا ماشي لا البريزيدون امين السر كيما يقول لك امين السر امين السر نقول له سموها ابو احمد نقول له ودي هذاك ما راهش مليح دخل هذا ودير هذا ويدخل ويدير باسكو هما المدربين اللي حاطينهم هما يحكموا كي يقول هذه هذه ما يقول لها لا يقلع ودي واحد اخر سمع سمع كنا حاجه هذه ما كاش هذه هذه تاعهم هذه مربين عليها هذه ما عندهمش هذه تاع كابابل منها من حمام بوحجر تبدلوا لي يعطيك الصحه صار خطا احنا كنا نترينو كان عندنا واحد برازيليان دخلوا كاع الاستاد هكا مجمعين في البونتوش بكراسه هكا بالعبايات
حنا نطيلي وجا هكا قال لي شاول هذا قلت له ودي هادو المسائل اللي حكموا قال لي بصح انا ما عنديش انا اللي حكم التيران انا نحكم فيه هذا المدرب البرازيلي اي قال لهم اي طلعوا التريبيون زعما المسائل دوك غدوه واش قالوا له قالوا له غدوه تحسب غدوه قال له حاسب مع الاداره ما روح لبلادك روح لبلادك شغل حنا هنا ما كاش اللي قلنا دير هذه وخا منا سنو كل شيء مباح ما كاش كاع كل شيء ارتيفيسيال كل شيء مخدوم وهذيك هي الغلطه تاع توفيق خويا غلطه حياتي كي وليت الحمد لله زعما ما خصني والو الحمد لله ما عايش غايه لاباس عليا الحمد لله بصح غلطه كي وليت دابا بزاف كنتو بزاف اللي بقاو يتسائلوا كنتو في يسمى ايكيب متكامله في قمه العطاء تاعكم رحتوا لميموزا حنا ميموزا كوديفوار كوديفوار خسرتوا بسيت على سيتازيو نحكي لك على تاع سيتازيو نحكي لك عليها انا هذيك نحكي لك لا فيريتي ما كاينش بالك يحكوها لك لي جوا تاعنا ونحكيها لك انا ثاني سيتازيو هذيك هذاك العام وحنا طير جوا طياره كبيره تاع خليفه كان سبونسور خليفه وحنا طير جوا بالك مون بلاصون كان كارد ديال البيت كان مون بلاصون دوزيام كان جوا هذا سمعنا كدي كيماش ولا سي باني نص خالص نص ماشي خالص كاين اللي بغى ما نروحش كاين اللي قال روح اللي بليسي كانوا بزاف لي سيسبوندو تاع جوا هذيك هي وبورتو زعما وحنا لي جوا زعما الماجوريتي زعما تيتولير مع مي موزار كاين في اللي راهم دوك اللي راهم يلعبوا كوب دافريك هذا جيرفينيو هذاك كالو مش عارف هذاك كانوا دي جوار تاع ستار تاع كوت ديفوار ستار تاع كوت ديفوار ديك 7-0 كنا كان المدرب بن زكري مع نقازي كان يقول لك كاين مؤامره كاين ما كان حتى مؤامره ولا ما كانش اللي يبغى يخسر 7-0 كذب عليك ما كانش منها كاع انا برا في الشوم ما نخسرش 7-0 ما نقدرش هذاك العام نعقل دخلنا بريمير ميطو كنا في الوسط انا بختي طاليس علي موسى كان في لاطاك كان ديفونس خصت بريمير ميطو خاصني ندور 0 وانا وطاليس في الوسط غير انا وطاليس كنا ندور شي يدير بن زكري بالك راني غلط انا بيرسونال مو انايا انا درت ميطو كرون بريمير ميطو انا وطاليس يخرجني انا وطاليس باش نزيدو يزيدونا ميموزا يزيدو يماركو الناس وتحصل فينا كل شيء هذا ما كانش سي توفيق توا خرجتو ميطون الاول خرجت انا بومير ميطون كي دير لي شونجمون انا خلعت خرجت انا وطاليس انا ما فهمت والو خاصني ندور 0 بومير ميطون ميموزا يديرو كي تي سيتي كسار ويلعبو مليح خرجنا خرجنا دخل كان واحد لافونسون سمو فارس بودراع كان اتاكو دخله في الوسط مي سي با وعاد نجوا واحد اخر جونيور ولا ما نعرف سالو خرج ما كنا 5 هذه هي ومن بعد شي يقول لك هو علاش المدرب علاش دار هذه باغي زعما باغي يحصل فينا على بالها بلي نخسروا حنا اش بغينا نديروا سي توفيق حنا بغينا ليميتيو لي ديغا باسكو خاسرين خاسرين ما نكذبش عليك كنا مشاكل سيسبوند لي جوار سيسبوندي دي بليسي كنا حنا ليميتي لي ديغا نسيو باش نغلقوا نخسروا هذيك ماكسيموم وعطينا دي زوكازيون بامير ميطو كنا زعما قادرين بالك نولوا في السكور ولا ما كانوا لنا 5 دوزيام ميطو ولا بحي قلت انايا من بعد يحصلوا يقول لك يعيطوا للفقير صاي ميسيو اكومبلي انا نتامر انايا على سيابي كاش منها كاع اسمع كانه انت تامرت مع طاليس وعلي موسى وبختي باسكو ما يقدرش يخرج 10 لازم يخرج 2 ماشي دخل زوج كنا تغاز كان خرج هادو في الوسط اللي كانوا يدوروا اللي كنا حنا ندوروا في الوسط يخرج طاليس ومزوا وزادونا 5 هذا هو الصرا في موزا ما تأمرنا على المدرب ما درنا كلون على مدرب ولا على بريزيدون ولا قال لك تفاهموا مع الفقير تفاهموا مع الفقير باش نخسروا 7-0 ونطردوا بن زكري ها يجي الجزائر يقولها حتى هذا ما كان سهل علاش انا باش نخسر لازم نديميسيوني باش نخسر لازم نخسر باش نديميسيوني ولا كيفاش قال خويا ما راكش ليكيب راه ماشي نورمال وجيب مدرب واحد اخر وكي جيت وصل الناس حسبوا درنا مؤامره ودرنا الاخر كلون ودرنا كنتي غالطين وعاد كي جيت لهنا مع الفقير واش وصل الناس راه والو جبنا درنا ريونيون حبس المدرب جا مدرب واحد اخر وسير بي مشات عادي ما كان حتى بروبليم الفقيه شوال 7-0 شويه كاين يقول لك ما تقل غضب كاع غلطهم الحال كاع كاع كي
كاين لي جوار كي طاقم الفني كاين لي سيبورتور كاع سي نورمال ايكيب شامبيون في الجزائر سلك 7-0 مع ميموزا في كوت ديفوار كاع لي جوار لوكو كاع كوت ديفوار سي سي فري تشك امور كاين امور واحد اخرى بصح والله هي توفيق ما كان حاجه وكان صرا لك ثاني بروبليم مع سنجاق صرا لي بروبليم مع سنجاق سي توفيق انا النهار اللي كنت في النهار اللي عيطوا لي ليكيب ناسيونال وحنا كوب دافريك 2000 كنت في النيفو تاعي كنت طوب زعما حقيقه زعما كنت مليح كنت لازم نلعب وانا على بالك المشكل تاعي شو هذا في بلاصه كانت في الفريق مع سنجاق في 2000 كانت الجهويه بزاف كانت ليكيب مكسومه ما نعرفش عليك هو كان يعيط لنا لي زراب باسكو هما كانوا مانيش عارف هما لي زاميريكان وحنا كنا لي زراب هما نيفو كان يعيط لهم زعما اللي كانوا يلعبوا تيتي مستوى عالي واللي ما يلعبوش لي زراب كي تشوف تجمعت لي زراب لي زراب كان كيما قلت انا درت الانترفيو تاعي قلت كان يقول لنا لي زراب يجينا عند ليوبو انا درت الانترفيو هذا كبير كان ينادينا لي زراب في الانترفيو هذيك كي شاركتوا في لاكوب دافريك وجيتوا كملنا وكاع ومن بعد عيطوا لي لا فيديراسيون ومن بعد تلاقينا في ميركور شغل هو خاف باسكو كاين امور توفيق غادي يكون باسكو ما يليقش نهضرها في التلفزيون باسكو صعيبه بزاف بعد كي عيطوا لكم واش قال لكم باسكو حنا الحواسين حنا البريزيل ضربنا 40 يوم قلت ام في البريزيل انا اللي بريباري ما بريباريش في البريزيل باسكو ماشي بلا تاع بريباراسيون لي برازيليا ما بريباروش في البريزيل ما تقدرش امبوسيبل هو داكم البريزيل البريزيل شكون فيهم دان شكون يصوم وشكون يلعب وشكون يونتريني راك فهمني توفيق لازم تفهمني شنو هذا لعبنا لا فازغو دي غامار خصنا 7-0 قال لك كنا صايمين قلت لهم نعاودوا غدوه وناكلوا ونلعبوا نعاودوا نخسروا 7-0 المشكل ماهوش فيهم دان شنو البروبليم؟ البروبليم كيما قلت لك داوك من البلاصه اللي ما لازمش داوك ما تكونش تما الناس كاع ساهره والناس كاع حواسه والناس كانوا لي سنتيمون بزاف هذيك الفريق الناس يسمى كان بالمدرب هذوك الناس كاع سهرانه يعني الناس كاع نقول لك البلاصه اللي تدخل هاد تلقى ثلاثه اربعه وين شاديه ما كوب دافريك هذيك وحنا حواسين ومالغري وحنا حواسين وحنا لا كادو فينال مشينا كادو فينال خصنا مع كاميون ديفيسيمون سنجاق ما كانش سيريو كان يعني معناتها انسان يحب يسهر يحب هذاك يحب يزهى يحب يسمع هذه حب واش راك حاب تقول انت ماشي بصح كون زعما يسهر ويدير ويحقق نتائج وزعما ماشي نتائج كون زعما يكون سيريو في الفيكتيف في الكومبوزيسيون ديكيب معليش راه سهر روماريو كان معنا في 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 الاوتيل عمرها ما سهر ما كان اربعه ميسحاج كاع ميسحاج كنا عندنا شومبا كنا طلعنا لهنا وزغدود ومصابيح وباجي لا شومبا تصورنا معاه وكاع ماشي صاحي كاع ما عرفش هو صاحي ما عرفهاش غدوه دخل لنا ما كان اربعه قلت له مش معاه بروبليم اش فيهم دان ولا سيد ولا خالد الفريق ما عرفش كل واحد لازم كل واحد في بلاصتو انتم كنتوا تماك انتم كي رحتوا البريزيل تماك كنتوا تونطريني ولا كنتوا تركضوا لا كنا نونطرينيو تونطريني لا نونطرينيو كنا تحوس قاعد حوستو مليح بزاف كاع حوسنا حدا من تاعنا والله حوسنا بالك مع البريزيل شابه بزاف كاع ريو دي جانيرو جو كاش قلت لك انا عمري ما نكذبش عليك انا كي جيت وصلت تما النهار الاول نعقل كانت باقيه واحد الفيديو نص ساعه وقدم هبطت انايا باش نشري كنت تصوموا انتم اكثر لا نصوموا صمت ما نكذبش عليك الحقيقه لا فيريتي صمت لا صاموا اللي جوا صاموا كاين اللي زعما كل واحد تحمل مسؤوليته كان باقي نص ساعه وقدم نزلنا لقينا حيه كاع مخلطه كاع قلت له ودي كان معايا مصابيح في الشومبر قلت له ودي نطلعوا لا قال لي معليش نشوفوا قال لي ما ماشي قال لي نورمال رمضان قال لي ما ناكلوش المهم ما ناكلوش قلت له ودي لا راك في البريزيل راك في ريو دي جانيرو كاين اللي مانيش عارف كاع كي دايرين ما وصلوهاش هاد قلت له ودي نكملوا هاد نص نهار هاد نص ساعه وهذا هو يجي ان شاء الله هذيك هي حنايا قضيه ماشي رمضان ولا قضيه سيريو قضيه الاحترام بزاف صراحه كاين بزاف واللي فيك كيفاش كان يديرهم سنجاق حتى حاجه ما توصلش حتى يهضر معك سنجاق يعني يقصر معك والله جاب يقصر معك يقصر معايا غير هكا زعما لعبنا قبلها ماتش اميكال نقول لك شي قال لي حبيبي لعبنا ماتش اميكال مع مش عارف مع ليكيب افريكان تما ما كانش معنا في الجروب لعبنا ماتش اميكال لعبوني دومي لعبنا دومي كيبيون تاع لعب دومي كانت جرون ماتش وفيق
حبيبي اش يقول لي؟ قال لي انت بالمي لي ميور جوار دي موند. من بعد لقيت روحي اون بلاصون بومي ماتش. حيت الحميمي قلت له حمدي الشيخ باين هضر معاك. قلت له ودي الماتش الماتش اميكال اللي قلت لي باللي بالمي لي ميور جوار دي موند بصح راني اون بلاصون. ميور جوار دي موند ما يلعبش مع ليكيب ناسيونال تاع الجزائر؟ تاع الجزائر. قلت له لا ما تجيش ما تقرا. قال لي زعما ماشي هو سما من عند سنجاب زعما سما صحاك مدرب تاعي معاك مساعد مدرب ناسيونال مدرب في ليكيب ناسيونال تاعنا سي بس مساعد مدرب ما كاش ستاف يعيطوا له ستاف تكنيك علاش امان دو طوا تقرا تقول لك ميور جوار دي موند بالمي لي ميور جوار دي موند بعد يقول لك ليون بلاصون مزوار صابيع بلاصه فوت مولاي حد توجور لي ميم ولا ليست باينه تاع لي روح باينه كاع شوف كي نديرو فينيو تكنيك كي نديرو قلت لك فينيو تكنيك ليون بلاصون يقعدوا يهضروا بعضهم بعض باينه بلي غادي يروحوا ليون بلاصون صابيع باجي ما لبسوش كاع هذيك الكوب دافريك مي افونسون دالجيري ما لبسش كاع وباجي هذاك الوقت خير مليح ثاني جامي لبسوه ما لبسوش كاع في هذيك الكوب دافريك زغدو دون بلاصون تصفى وتون بلاصون حدو مولاي اون بلاصون مزوار اون بلاصون وصلتني ياسين اون بلاصون غير صغار حافظ اصفر ميور جوبيتور تاع ليكيب ناسيونال تو لي طون اون بلاصون زغدود لي بيرو دو كلاس اون بلاصون صلتني ياسين كان ايضا كان مليح في لمسيه وكان مليح في ليكيب ناسيونال اون بلاصون مولي حدو كيف كيف كان توب جون صغير ما يعياش اون بلاصون تشوف زعما تشوف يا سيدي انا معليش وصفوت وزغدود تقعد تشوف غير هكا تقول باينه مؤامره هذه يا سيدي عطينا لوكازيون عطينا لوكازيون دو ماتش توا ماتش ما كاش قال خويا ايكارتيني ديفينيتيف كاع انت ديفينيتيف انت يا جامي سي ياك كي كنت مع سنجا جامي دخلك لا لعبت لعبت في كاف لعبت مع كاف هنا الي روتو لعبت مع السينيغال لا لعبت دي ماتش لا من بعد جا ماجر وكان حاوزك من الكيب ناسيونال لا جا ماجر جداوي الجداوي ما تفهمناش انا وياه فهمني و قلت له ما نزيدش نجي ما تعيطيش جداوي لا كيف كيف السياسه نتاعها كيف كيف قلت لك مع السينيغال ديجا دخلنا دوزيام ايطون بدلنا الماتش انا كنا نلعبوا بالسياسه ولا مش عارف كنا غادي نلعبوا السينيغال ونكاليفو كوب دي موند اليمينا كوب دي موند بينالتي تاع كاروش خسرنا هذاك اللي سموه اليميني جداوي راح جا مون جداوي جا ماجر عيط لي عيط لي جوا تاع لوكو عيط لي بروفيسيونيل عيط لا ما نكذبش عليك انا كي جا ماجر فرحت قلت هذا لاعب كبير معروف دوليا عندنا كوب دوروب حقيقة قال زيد ماجر يعترف بقدراتك ويعرف ديجا دور عليا قبل اللي يشوفني لا لا زعما انا ما عندي حتى بروبليم بالك هو عنده مشكل انا ما عنديش مشكل مع ماجر بالك عندي مشكل مع الصلاف تاعها تاع اللي كانوا معاه مساعدين باسكو ما تنساش باللي اللي كان معاه مساعد كانت تجد نصور محمد محجر وكان كاوا كاوا زعما كان يبغيني بزاف وصلها سلامة الحصة هذه المشكل تاعي مع ماجر انا نسيت تليفون في لافيست لافيست تاعي كنت معلقها في البيس جمعنا وزغدور سيتو في ليكيب ناسيونال وكنا غادي نلعبوا مع كان عندنا ماتش في فرنسا مع ليكيب دو فرنسا مع ليكيب دو فرنسا ليكيب دو فرنسا مستحيل يعني ما كاش منها مونك ديسيبلين ولا مونك احترام ولا يعني خرجنا من الاوتيلويات رايحين لوطوروت كي خرجنا لوطوروت صونا تليفون صونا تليفون تاع من تليفون دار قلت له ودي تاعي قال لي عطيه لي مديته لا دخلنا للتيرون دخلنا الصلاه درنا فينيو في الصون تما قال لي بون زوار قال لي درني ستاج تاعك كيما قال هو عاقبته باش نعاود نعيط له هو قال لي لا هو في الصون ما قاليش كيما هكذا قال لي درني ستاج تاعك قال لي ما دامني انا في كيب ناسيونال انا ما غاش معايا هذه هي اللي هذا زعما هو احنا قالنا بلي عاقبته باش تبقى له بس عاود نجيبوه في الماتش المقابله لانه الزبر نسحقوه في ليكيب ناسيونال وكان النيفو تاعو عالي نسحقوه في ليكيب ناسيونال كنت راح نرجعه صح ما كانش كيما كان كان لعبوا مع ليكيب دو فرونس مو لعبوا مع لا بلجيك وراه مع لا بلجيك حقيقه انا في هذاك تاع الاخر هو ظلمني ما نكذبش عليك باسكو باش تعاقب واحد تليفون في بيس عاد جايين تعاقبه في فطور في عشاء في بتي ديجني صباح في فينيو تكنيك
اينو تكنيك تكون سوني تليفون اللي معاك صح في بيس بالك هو موالف لو ديسيبلين في بوطو ولا سي فري بصح ماشي على تليفون ضيع كارير تاع الجوار على بالك انا هذيك اللي غايتني كاع مازال غايتني الان بصح مع نخمم واجا سمح لي توفيق انا كون مدرب ونجيب انا معايا مدرب ونجيب معايا ستاف تكنيك تسمى لازم نكون ثق فيهم يكونوا صحابي وحبابي يكونوا معايا ما تنساش بلي مساعد المدرب تاعك انت جبن صولا خويا تجبن صولا مع انت وليد بلادك وليد حمادي ولادي وجاري وكاع نورمالمون عاونك دائما نخرج سما كان قادر يعني بعد عرفت بلي ما جا خاطي ما جا لا غالب عليه سما الضربه ما جاش من عند ماجد جات من عند ما جا انا بالك هضرت هضره وصلوها لا باسكو انا غلطت قعدت نهضر برا ماشي في الجمنو هضرت في حمام بوعجه ومن حمام بوعجه وصلت على وصلت ولا وصلت للجزائر نعرف وين هضرت ونعرف وين وصلت سما بن سولا سما بن سولا وصلها له جو سي با باسكو الناس اللي هضرت لهم حدا كانوا جماعه وصلوها وصلت الهضره اللي هضرتها وصلت كما هي ما زدت ما نقص كما هي وزياده شويه زياده شويه بصح ما تنساش توفيق باللي كل غادي يلعبوا مع ليكيب دو فرنسا شكون ما يتمناش مع يلعب مع زيدان دي مون زيدان ولا اه ماذا تاع فرنسا اللي دا كوب دي مون دا كوب دوروب صح نيشان ولا مشيني صح على خاطر تليفون قال هو عاقبني بالك قال مش عارف كاينه حاجه قال لي الفريد ميسيون قال لي زاد ميليتيري تاع الاخر تاع الستاج فريد ستاج بصح ماشي تنحيني كاع الكاري مون ليكيب ناسيونال راحوا لي يعملوا لي هذيك هذاك تقعد تدخل في التاريخ تلعب مع شامبيون دي مون شامبيون دي مون صح هذيك ما اش غادي نقول لك هذيك ما تفرجتهاش الماتش انايا ما درتش نشوفها ما حبش تفرج ما قدرتش خرجت برا قعدت ندور معايا حتى المولي ما حملتهاش علاش انا من هذا الماتش راح نسقسيك حاجه ما جرمت لوموش بنسى ولا التاج كي تلاقى معاه هو راكم تسكنوا انتم في زوج في حمام بحجر تلاقى معاه تهضر معاه لا من ذاك النهار ماكش تهضر معاه قبلها كاع صافي ما صار معاه ثاني في لازم ثاني ديجا ما قبل كان عندكم في لازم كنت لعب تيتولار في لازم في لازم كنت تيتولار مع بالخطوات بوكا ميباكي سعيداني ثاني كانت في كتيف تاع لازم كانت ريش كان جورجي بيوت هذاك ايتزكاش كاين بلوطي كاين كنت تيتولار كان خدا بلومي معنا هذاك العام ثاني جا هذاك العام معنا وهكا كنت لعب تيتولار ومن بعد كي جا هو لونطرينور ولا يديني اون بلاصون هو شنو البروبليم تاع بينك وبين مشكل انا ما عنديش هو عنده مشكل جسد. انا قلت لك انا مازال نحترمه كلاعب دولي سابق تاع لي 82 توجور نقعد نحترم واه ديجا توجور نهار الصباح كي كنت لاقينا قلت لك كاين ثلاث لاعبين دوليين تاج بن صولا مصابيح ومزوار شنو هو الهضره ما نهضروش كل واحد هو كيشوفك يهضر هو في حده وانا في حده هو كيشوفك يهضر معاك ولا ما يهضرش؟ نهضر معاه ما يهضر معايا بس انتم دايرين حدود احنا ماشي زايدين في رحبه ولا هو بعيد ما تنساش باللي سي توفيق كاين حاجه الناس ما تعرفهاش انا بويا الله يرحمه كان بريزيدون حمام برشا كان بريزيدون دي بريزيدون بويا كان يديه الوهران ويديه ويجيبها وقلع الصباط لخويا مكبعيه الحاج بغداد اصبر عندي دومي فرات خويا عندي خوتي دومي قلع الصباط مكبعيه وطمده له يعلمها يسوق يديه الوهران البنساوي ويجيبه وهو الحاج بالحسن اللي قلت لك عليه قبيله الدوايان مجاهد كبير بالحسن والشيباني تاعي كان هنا في حمام بعشر هما اللي حاكمين الصبور في حمام بعشر باسكو باش نكون انايا كان بو ديجا قبلي الشيباني تاعي الله يرحمه عاونوه ومانيش عارف احنا على بالك احنا اللي سما هو الوالد تاعك وهذوك عاونوا بن سولا عاونوه بزاف بن سولا التاج ما عاونش ولده ما عاونش لا انا ما قلتش عاوني انا ما نسحقش واحد يعاونني وشنو هي اسوء الحاجات اللي صرات لك في مشوارك الكروي اسوء حاجه الحاجات اللي صراو لك في مشوارك الكروي الحاجه الاولى كي وليت من دبي للجزائر هذه اسوء حاجه هذه هي اللي باسكو توفيق ما نروحوش غير الفوتبال ما تنساش باللي مام هنايا العيشه الجزائر تبدا تقول بيه بي دي مونت الجزائر ما كاش كيفها كاع في العالم بصح باش توصل نوض صباح 7:30 تاع الصباح توصل ولدك ا دو با عباك شحال ليكول هنايا ليكول ديمات ايوه منها طريق تقطع منها تلقى ليكول نديهم ونجيبهم نعاود حشيه نديهم نعاود نجيبهم تما ما قابلش صوالحي انا قابل ولادي توجور خايف على ولادك
توجور عايش في ستريس في البلاد هذه عايش توجور في ستريس. هذا هو المشكل. بس كان عندي اختي ما يتزوج، عندي اخواتها تيتزوجي في الامارات ولادهم عايشين تربيه شغدي. نقول لك انا عشت في الامارات عامين، كانوا الدار يخرجوا من الخمسه تاع الشيه يدخلوا حتى الخمسه تاع الصباح. ما تنخلعش باسكو دبي تما اسمع كل شيء، ما تجي تقولها ما نجح تشوف فيها تدخل الحبس. عندهم سياسه في الطريق يفداك يدخلك الحبس، كان يدار شرعني والو. سي بوسا الناس ولات تخاف. فكرتني في الجي واه الناس ولات تخاف. بصح كون هنا نديروها ولاو يخطفوا الاولاد من المدرسه ولاو سي بوسا تخاف. تخاف في البلاد ولات ما على بالك، ولينا عايشين في الفلونغواس، عايشين في الستريس. هذا هو البلاد الجزائر مي توي دي مون كاع. واش من حاجه هكذا اللي كل ما تفكرها تعاود تطلع لك المورال؟ طلع لي المورال توجور عايش، توجور نولي نعيش في دبي، توجور نخمم نعاود نولي. وترجع كش نهار نشوفوا عرفات في دبي؟ واه نولي باسكو يليق لي، سوا يليق لي لي ستاج باسكو الدبلوم تما يليق لك تكون عندك كافسي تروح مينيمون. باش تروح مدرب تماك. مدرب باسكو عندي تما غير نروح نبلاصي روحي. عندي دي جون تقرا راك تقرا راك تقرا ولا مازال كملنا بروميير دوغري نقرا في دوزيام دوغري مازال درنا فاف ان ودرنا بروميير دوغري عندنا دو ديبلوم بصح دوزيام مازال ما درناش ان شاء الله انا نقراو دوزيام مانيش عارف تما كي دير دوزيام دوغري طوزيام دوغري وكاف سي وكاف بي وكاف ا تولي عندك 90 عام تما كي تكمل عادي مدرب اي سايت تروح لدبي لا ما ديرش مدرب كي تكمل الاستاج تاعك تموت والشهادات بعثناها معك تلقى هنا. انا عمري ما شتني دي ستاج دي ستاج 2012 كاين دي ستاج يديرهم في الالمان وهذاك علاش ما خلاش ما يعرفوش بهم يقول لك لازم تزاير لازم تزاير معين بنيان وين كاين كابيلو ومورينيو كاين لاروم كاين لاروم والجماعه لا لاروم مستوى عالي لا توفيق نقول لك خويا متربي قاري فهم لا قلت لك لا جوستومون نولي الاخر نولي لاروم 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 على بالك يقرينا نبغى نشوف فيه يفهمني يفهم لاروم على هذوك اللي يقروا ماشي لاروم ماشي يقروني غير لاروم لا كاين دي زونترينور دي ديديكاتور تما دي انسينيون كيما يقول لك معلمين زعما الله يبارك زعما ماشي ما ناش نقولوا ماشي بصح يقول لك ما نستعرفش بالستاج تاع هي كون يدير لك سيمينار انا درت سيمينار مع كتراباطوني في دبي سيمينار سيمانه درت لو كان تلاك ديبلوم يقول لك لا قيسه هي شنو ندير؟ شنو نجيب تاع بن شيخه؟ شنو نجيب تاع زكري؟ تراباطوني درت سيمينار مع سيمانه على بالي بلي سيمانه ما دير والو بصح اسكو تاع الالمان وتاع الجزائر كيف كيف ولا كيفاش؟ يقول لك لا لازم تفوت على عين بنيان باش نعطوك الديبلوم باش تخدم به يا سيدي نفوتوا على عين بنيان بصح وين تنفوتوا على عين بنيان؟ انا قاعد في دوزيام انا دوزيام دوغري مازال انا في دوزون تواز مازال ما درناش دوزيام واه على تشوف دي جوار بروفيسيونيل كيما لون بلون دي شون منا يكمل منا تقاو طينا منا باسكو علاش كل عام 16 كل عام 16 كل عام 16 يكمل 16 تاعه ويدي طينا تاعه هنا لا يتمنى اليوم ديال 16 كمل لك منا على 10 دوزيام 16 15 كيف كيف اي ما كانش البارح انا نهضر مع ابو طالب في التليفون قال لي انا ندير طوزيام دوغري بو طالب مش فاهم هنا في واحد 15 ولا 10 قال لي راني في بومي دوغري في 10 10 سنين صافي اش من عمل تما مانيش عاود لك ما داش كافسي وفي البيت جولف لازم لك كافسي كاف بي كاف ا اي وين نجيبها ترافيكوها سكانيها اش ندير لها انا نطلب انا لك حاجه ربي ربي معاك نروحوا نشوفوا الدار والحاجه وهذا انا غادي نجيب لك شي بنيه تاعي الحاجه نجيبهم نجيب لنا باسكو كنحكوا عليهم ماش راح تفرع على 90 سنة ما تكملش ما تكملش عليك كيف نصونا تاع راكم دي مود كلا نحكوا عليهم من بعد شوية من بعد شوية نجيب الحاجة ونجيب نكملوها بهم نكملوها بهم نجيبوا الحاجة جيب لنا الحاجة جيبها لك ونجيب تبدل ولا ما تبدلش لا نبدل نقعد كيما حبيت كيما حبيت رجب وعيشة من خط المرمى مزور تبقى لبختي أو باجي طويلة والهدف الثاني لا الهدف الثاني لا الحكم يعلن عن تسلل الحكم يعلن عن تسلل والمرة الأولى محاولة لمزور مزور باجي قوية والهدف لا
عليك ارضيه مع فلاحي، فلاحي رجعها لزرقان مرفوعه وتصطدم بالجدار وانطلق سعيد بوطالب. سعيد بوطالب ومزور وباجي وعلي موسى، باجي على اليسرى توصلوا صعبه صعبه مع بندريس، باجي وبندريس باجي ما يمرش مرفوعه. انطلاقه من مزور، ينطلق من مزور من هناك، بوكسا سيطلب الكرة، مزور يراوغ القوة من هدف رائع، هدف رائع وجميل جدا من مزور. حجة السلام عليكم. هلا هلا الحجة. ريحي قدامنا عرفت الحجة هذه هي. هذه النظرة كمان. هذه صح الظاهر. خاف من ربي ومن الحج. اه. ايش قال لي؟ قال لي خاف غير من ربي ومن الحج. اه بس. هذا ما كان. هذا ما عندي. هذا ما عندك. هذا ما كان. هذا ما كان. ما عندكش خوته، ما عندكش خوته. كان. هو جاب على اخواته خمسة. خمس شيرات وشيء. انا وشيء. جاب على خمس شيرات. الله ربي يحفظه لك ان شاء الله. ربي يحفظه ربي يخليك. ان شاء الله. وهو شحال هو الكبير؟ هو في الوسط. لا في الوسط. هو الوسطاني. موراه زوج شيرات. مزوج الشيرات وزوج الشيرات وانا في الوسط. خير الامور اسطوها. خير الامور اسطوها. الحاج وكي كان صغير كان يلعب بالون، وهذيك كان مصغر يلعب بالون، وهذيك تشوفي مصغره يلعب بالون، مصغره غير يلقها يضربها بقرعه في الدار، يلقها الطابله يضربها حيط الضربه، يلقى اخته يضربها. حتى انا كنت زقي عليه نقول له بركه ما تضرب الدرك رعيك. هو يبغي وطنتك، يبغي كان باغي البوا يلعب البالون. وانت كنت حباته يمشي في الطريق ولا خير كيما كي يختار؟ لا لا خليته في الصغر ماشي كي يكبر وينجح. لا كنت في حنبي. كنت حبات يخرج هو. انا غير واحد هو اللي يديرها. انا بغي بزاف داك الواحد. عندك واحد برك كاش من ردك مع الاستاد ولا داك؟ ايه روحت معاه للخارج ما يروح انا معاه في دبي. كنت عايشه عنده؟ اه عايشه معاه. اه وين ما يقدر يقعد معاه؟ وين راهي معاه؟ اسمها كنت عايشه معاه في دبي. كان ماشي كاع في واحد. يعني ما نخش عليه والو، ما طلقاش والو، ما طلقاش والو. خواتاتك ديتهم بكل شهر وحده. زعما كل خطره. اسمها بدال. تبادل بيناتهم. هي كتقول لي توحشتهم ونجيب وحده، نعاود واحد الاخر نجيب وحده. يبغوه يبغوه خواته بزاف، عندهم عندهم غير هو. انا ربي جالهم وليد. باك مات باهم خلاه صغير. تما كبروا عليه. 17 عام. هو صغير من مات باهم. 92 في 21 سنه، 21 عام. تما هو اللي كان يخدم عليكم الحاجه. خدم بزاف. كان يخدم عليكم هو دارنا كلش. آه الحمد لله. الحمد لله. خرج لي ولد صالح. خدم عليا وعلى خوته عاد، عاد رفد خواته عاوني زعما بزاف. كان صغير ويخدم علينا، كان هذاك يكون ماشي يتعلم في متبوش البالون ويخدم علينا على الدار. كي كان في تموش، كي كان في سيتي لا بروميير فوا، كي كان يلعب لهنا حمام بوحجر الاولى. حمام بوحجر كما كان باباك كاش عايش؟ ما كاش عايش، كي كنت جينيو مات. واه تماك هو بدا يخدم عليكم. تما فاش كان يخدم ذاك الوقت ما كانش يخلصوا. كان عندي مكتبه، دار مكتبه، كانت عندها مكتبه. ايوا كان يسمى يلعب ويخدم. أيوة. لعب بعد بلحها وواحد سيتي صحيح يبلعها ويقدر يلعب بال. نقول له راهم يطبوا يضلوا يطبوا باش تبيع المصوالح، يقول لي لا انا نلعب وقت البالون خصك تهضر البالون. والو كي تجي 12 عنده الماء زعما يلعب ماتش يروح ويخلي المكتبه بلع. كي بدا من بعد يتنقل راح لتموسنت. كي راح لتموسنت رحتي معاه ولا قريبه تموسنت؟ لا لا غير هنا تموسنت غداويش غير هنا. كي راح لوهران؟ لا روح مره ثاني روح يجي قريبه وانا نغير. كي راح للسي ار بي؟ نعم زين. لا السي ار بي ثاني ما راك واحد قاعد تمشي ما سي ما نجي هو يجيكم زعما كي بعد علينا نوظف. سما هو كي راح لدبي اللي رحتي معاه؟ دبي وحيده. كنتي معاه في دبي خير ولا هنا خير؟ صراحه لا في دبي زعما حالة هانية. الحالة هانية زعما مليحة فورميدابل. واحد كي تكون تحبو يماه بزاف هي اللي تخير له المرأة. كاش حاجة خير منها؟ انت خيرتيها له؟ لا خيرتي له انت المرأة. بس كل الاولى خيرتها انا وما نجحتش. ما نجحتش. الزوجه خيرتها هي ونجحت. خرجت بمراه صالحه. صالحه الحمد لله. لا ماشي الاولى، ماشي صالحه ولا زعما ما كتبش. صح ما ربي ما كتبش. الاولى خطبتها برك ولا تزوجت؟ لا تزوجنا وكاع. تزوجت عام في دبي عايشه معايا في الامارات. ايوا وما كتبش ربي. الزوجه جابتها لي وصدقت. الحمد لله. مكتوب مكتوب داير بلي نتزوج. مكتوب مكتوب ربي ما كتبش داير بلي عاودي تزوج الحاجه.
معليش نروحو نشوفو اللي خيرتيها له. واو شوفوا كاع العائلة تما كاع شفنا فيك خلاص ما بناتك راهم هنا كاع عملنا كاع شي ايام لا نشوفوهم كامل نطلع تما نشوفوهم كامل. السلام عليكم صحتكم كامل شراكم اهلا حاج جمال هذه هي الاسره تاعك واه هذه هي كامله ما نسخناكش دوك انت عرفت هي وين راهي الكبيره تاعك لهنا كبيره هربت الزرق هذيك هي الكبيره واه من بعد شكون اللي يجي عليها هذه عليها هذه تاع دبي هذه ساكنه في دبي واه مزوجه في دبي تسمى جات اليوم رانا سمحنا المحظوظه ماشي المحظوظه واه ومن بعد شكون اللي يجي ومن بعد انا خيره تخوخي ايوه ومن بعد بعد عرفات ابراهيم عرفات ومن بعد فاطمه الزهراء مور عرفات ايوه والثانيه فاطمه بعد حوريه راه في دبي ساكنه معليش لهنا واه معليش نحيوها ولا تفرجي حصلتي من تنبرك واه نروح من لافامي ما منا هذه شكون الزوجه تاعها هذه مرت ولدي هذه كنتي هذه كنتك اللي خيرتيها انت هذه هي وهذا ولاد بناتك هذه ولاد ولادي هذا كاع ولادي بلاد وزيزو هذا عرفات الصغير هذا هو طالع عرفات عرفات ورضا هذا ولاد هذا خليفة عرفات كاين عرفات زوج هذه منى بنتي تعرفات مربيتها ثاني بنتي بنتي والاخرين هذو ولاد بنتي ولاد بنتي مام الزرق مام الولاد هو الاخر هذا كاع ولد بنتي ولدها ولا هذيك كاع ولادهم كل وحده ولدها هذوك الجوال اللي عم طالعين هذوك ان شاء الله ان شاء الله حنا باش شكون اللي يلعب مليح شكون اللي يلعب كاين ميدو تيرا زوج كاين باكو شكون اللي يلعب غايا غير كاع ملاح انتم وصلتوا بعرفة الجوار بزاف كانوا يضلوا مغايا كانوا يضلوا مغايا وين رحنا روحوا معاه تفرجوا رحتوا للاستاد لا الاستاد كانت صغيره تروح انتم في دبي صافي في دبي في دبي تفرجنا في الاستاد كنا نروح عند ضياف في دار يدينا احنا ولادنا يدينا الفيزا والبي كل شيء احنا نروحوا هاك انت الحاجه ما تشفيش لي ماتش بالك ولا تشفيلوا لي ماتش تاعو لا تفرج انا زعما نقنع لا نلعب الماتش المرض واش الماتش ما تفرجيش باقي نخاف عليه نبغي يربح كيش تي والبيت داك تشفي له تاع من السونتر هذاك هذيك تاع من السيل لو ميور بيت عندنا معمرينا في كاميرا هذا كون ميور بيت ان شاء الله الحاج انت كي تشوفيه طاح في الصطاد هكذا واش ديري؟ نمرض تمرضي؟ اه نمرض يلاه وكي كان يلعب هو يبان قبيح ولا كي تشوفيه بين التيرا وبين كيف الصطاد وفي الدار يبان لك قبيح في الصطاد ولا في الدار ديفيرون شويه يتنادى شويه في الصطاد في الدار لا كان شويه تي وشو الماتش اللي عجبك كاع تاعو؟ تاع سير بيلمسيو سير بيلمسيو دار حال هذاك الماتش هذاك هو اللي عجبك هذاك حمام برشا ساكتين خرجوا ساكتين خاطش كو دو جوار مي صابيح كونتر عرفات تسمى في زوج من حمام برشا وسير بي كونتر لمسيو وماتش شباب وعرف دار فيه دو بيت ايوه دار فيه ماتش باهي هذاك صابيح ماركا في ذاك الماتش لا لا توازيو لا سير بي ربحت سمع عرفات من صابيح خسر لهنا خسر واعرة هذاك وهذا كل ماتش مخير كاع في الناسيونال تاعنا تاعنا بصح خارج مع الاخر دار خطا في ليكيب ناسيونال تاني واحد الماتش في خارج الشباب تاع في لاكوب دافريك دار حاجه دار عكس الشابه ايوه تعب لي ماتش دار تاني تاع الاهلي كونت الاهلي تاني دار فيهم حاله مصر خطره وانتم كي يكون راح يلعب ماتش ولا تعيطوا له قبل الماتش ولا مور الماتش الصغير كنت تهب له تبنصني راه في دبي كان فيها بلاته وكانوا لي جورناليست يهضروا معها هي يجيبوا الصح من عندها اسمها سهل يجيبوا الصح يا الصح اسمها هذيك اسمها حسن طيرو حسن طيرو في الفاتوره ان شاء الله وانت مدام كي حبس بالو ولا كي كان الزواج تاعنا كان صدفه تعرفت عليه ما كنتش ما نعرفش زعما تعرفت عليه غير صدفة عن طريق اختها كانت شافتني وكانت معاه هي جات عندنا للدار قالت لي عجبتي خويا وانت ما انت كنت تبعي انت واش من عام تزوجتو واش من عام 2004 2004 كان مازال يلعب
كان في الامارات في دبي. كان في دبي تما كنت تتبعي انت من قبل ما تجي خطو تهضر معك كنت تتبعي لي ماتش تاع مزور على خطو نسمع في حمام برج نسمع بيه جوار وكل بصح ما نعرفهاش في جامي شفته بعد كنت بربي والحجه جات خطباتك سمعت تهنيك جيتي انت في الراحه ديرك دبي الراحه كلش ما في كنا كنت ماسيه بالشيء في افريقيا راك ماسيه سمعتي صح محظوظه قعدت كل شويه تزوجتي الحمد لله راح ندير دبي ديال ان شاء الله ربي يتمم بينا احنا العائله هذه هي العائله تاعنا خاص غير سبيبه باسكو مخدمين هذه خاص الصغيره بعيده سكنه في دبي انا قلت لك انا دي فوا وليت الامارات الامارات الجزائر علاش وليت وليت على خاطرهم خاطرش نديهم كاع سنو تفرغ وليت على خاطرهم باسكو لازم تولي احنا با مات ولا صاي هو با انا هو خونا هو كلش صاي هو تاني متهلي فينا بزاف ولاده ما نفرزهمش مع ولادنا ما يجيبش حاجه لولاده كيف داير كم دعاء نجيب حاجه نجيبهم غير حاجه ما يدقش يجيب الوحده حاجه يجيب الاخرى حتى جايه حاجه كيفها لا يجيب كلشي خطره زعما ما كل وحده ويعطيها وحتى جيراننا دعم خوته ما داير لهمش تاع كيف يعني داير لهم كيف يبغيهم مكبر بيهم زعما خرجنا خو بو خرجنا بزاف بارك الله انا تحسن كنت نحسن كتحسن لي يرضى نبغي ولدي مزيان ولدي عندي غير واحد وما واحد يعاود يقلع لا فامي تاع مسوف تعاود تقلع من جديد فهمني دابا راني صاي لاعب تكملت راني مدرب ديت شهاده ومازال نزيد نقرا ان شاء الله دابا هادو مازال صغار كان نعاود نولي صغير كيفهم ما نخرج برا ما والو نقعد غير نلعب تريني ونقرا تريني ونقرا حتى نعاود ديما دابا شحال تريح في الجال باش ديروها هذا نص ساعه ولا باش نص ساعه خمس دقائق شحال تريح في ليزونطرينمون؟ لا ما كان والو نورمالمون خمس دقائق هما خمس سوايع في ليزونطرينمون. لا ما يجيش الخير منكم يجي من هذا. ان شاء الله. ميسي. ان شاء الله حابين يجي الخير منكم ان شاء الله. ان شاء الله. في دبي ان شاء الله هذيك. نبلغوا لها السلام ان شاء الله نسلموا على ياسين محمد ونلمين هذو ثلاثه واجهوا ايمن حوريه تاع الامارات وكانوا ضياف وراحوا سلموا عليها بزاف ربي يحفظكم وان شاء الله دائما نشوفكم عائله هكذا عائله هايله يقولوا عائله ان شاء الله من النار يا سيدي سيدان هذاك من النار الله أكبر عزيز فرح صحيح بقي لعبة سامية تقدمها